على سلامتكم، مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو. قبل ما نبدا في الموضوع تاع اليوم، ما ننساش نرحب لي زابوني جدد اللي راهم يلتحقوا بينا. هذا شرف ليا انكم تكونوا في وسطنا، وكامل اللي راهم يبارطاجيو واللي راهم يديروا جام ويزيدوا لي تعليق، يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. هذا شيء يفرحني ويشجعني باش نزيد ندير فيديوهات واحد اخرين ومواضيع واحد اخرى. الكسكس ولا الكسكسي ولا السيكسو هو طبق قديم بزاف من شمال افريقيا، مخدوم من سميد القمح القاسي يعني لو بليدور، ولا الذرة يعني المايس، ومدور على شكل حبات صغيره. يتناول ولا ينتكل ملعقه ولا باليد. يطبخ بالبخار يعني يطيب مبخر، ونقدروا نزيدوا فيه اللحم، الخضر، الفول الاخضر، الحليب، الزبده، السكر الناعم حسب الاذواق والمناسبات. وفي كل اقطار المغرب العربي نطيبوا الكسكس بوصفاته المختلفه، ونقدموه بالمرقه ولا باللبن بلا مرقه ولا بالخضره وحدها. يعتبر الكسكس من الوجبات الرئيسيه المعروفه من البكري، واللي ما تغيبش بزاف على المائده، وكاين اللي طيبوها يوميا. الاكله شائعه بزاف في اغلب مناطق المغرب العربي، يعني المغرب، الجزائر، موريتانيا، تونس وليبيا، وفي جزيره صقليه الايطاليه، وحتى في فرنسا، حيث ان الكسكس يمثل ثاني اكله مفضله عند الفرنسيين حسب التحريات اللي اندارت في عام 2008. وفي اجتماع الدورة الخمسطاش اللي تعقدت بتاريخ 16 ديسمبر 2020 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو، تسجل الكسكس في المعارف الخاصة بإنتاجه واستهلاكه مع قائمة التراث اللامادي الإنساني، وهذا بناء على طلب مشترك قدماته دول المغرب العربي الخمسة بعد سنة من تقديم الطلب في 2019. الكسكس عنده أسامي بزاف مختلفة ومتنوعة حسب المنطقة والبلاد والجهة، كما عنده طرق تحضير مختلفة ومتنوعة وأذواق ومحتويات متنوعة. الكسكس ولا الكسكسي بالدارجة ينطق سيكسو ولا سكسو ولا كسكسو في المغرب والجزائر وشرق ليبيا، أو كسكسي في الجزائر وتونس وغرب ليبيا ومصر وموريتانيا، ولا البربوشة في شرق الجزائر، وحتى الطعام في المغرب والغرب الجزائري. وكلمة كسكس ذكرها بندريد اللي توصف أنه الباحث الأبرع والفقيه الأقدر وأول شعراء في العصر العباسي في جمهورة اللغة في القرن العاشر للميلاد، والكلمة معناها الطريقة اللي تتحضر به حبوب القمح الصغيرة الخاصة بطبق الكسكس. بصح كلمة الطعام استعملوها بالأساس عند القبائل العربية، لأن الكسكس كان معتبر عندهم كوجبة أساسية، حتى أنه كاين بزاف من الأسماء للكسكس حول العالم. الكسكسي كانوا مازال موجود عند السكان الأصليين لشمال إفريقيا قبل تقسيمها إلى دول، وانتشر مع مرور الوقت في العالم بفضل الرحالة الأمازيغ، والباحثين صعبوا أواني طبخ تشبه اللي نستعملوها في تحضير الكسكسي في مقابر تعود إلى فترة الملك ماسينيسا بين سنتين 238 قبل الميلاد 148 قبل الميلاد، وهذا يعتبر أقدم دليل مادي اللي صابوه لحد الساعة. والملك ماسينيسا هو موحد مملكة نوميديا وعاصمتها سيرتا لليوم معروفة بمدينة قسنطينة، وكانت تضم شمال الجزائر ومناطق من تونس وليبيا حتى نهر ملوية في المغرب. وبعد سقوط الأندلس اعتبرت محاكم التفتيش أن وجود السميد يعني دقيق الكسكس في منازل الأندلسيين جريمة. سبق وذكره بزاف من الرحالة، ومن أبرزهم شارل أندري جوليان في كتابه تاريخ إفريقيا الشمالية. كان الكسكس من الوجبات الأساسية اليومية في بزاف من مناطق شمال إفريقيا، لكن مكانته تراجعت في العقود الأخيرة، وهذا بعد ما دخلت أذواق واحدة أخرى وتنوعت الأكلات. يتصنع الكسكس من سميد القمح الصلب ولا من الشعير ولا من الذرة البيضاء، ويتحضر عن طريق طبخه في إناء مثقب بما يسمى بالكسكاس أو الرقاب، من بعد نحطوه فوق إناء يغلي، حيث أن الكسكس يطيب ببخار تاع الماء ولا بخار الطبيخ.
بهذا نكونوا لحقنا لاخر هذا الفيديو. الى عجبتكم الفيديو ومازال ما تابونيتوش من فضلكم ابونيو، ما تنسونيش باللايك بزاف مهم للقناه. الى عجبتكم بارطاجيوها وزيدوا لي تعليق. كنتم خارج الوطن ولا داخل الوطن قولوا لي اسكو انتم من محبين الكسكس، وقولوا لي تاني كيفاش تقولوا لهم في المنطقه تاعكم، كيفاش تحضروه وكيفاش تحبوا تاكلوه. تفضلوا في التعليق وقولوا لي. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير. سلام.